معلم، في اتنين اجوا اليوم الصبح وجابوا لك هالظرف، على الاغلب مشان البكرة. يسلموا. وهلأ شو بقي عنا؟ الفواتير. يا شباب، مشان يكون معكم خبر، هذا الطلب عملته لشهادة السواقة. رح حطه هون بالدرج. انا عم ضل رايح جاي وبخاف ضيعه بشي محل. صار بامانتكم، ديروا بالكم عليه لو سمحتوا، ما بدي ضيعه هالمره. خلص لا تشغل بالك، والف مبروك من هلا. الله يبارك فيك، بس ما تستعجل، ان شاء الله تزبط معي هالمره واقدر فوت على الفحص. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. هدول نفسهم بعتوا لي اياهم بالايميل، ليش يرجعوا يبعتوهم؟ غريبه، مو معقول شو بيحبوا يصرفوا ورق وحبر على الفاضي. يعني شغله بعتينا على الكمبيوتر، شو في داعي ترجع تطبعها وتبعتها من جديد؟ ثمانية اصفر صغير، 8-2-2-7-5-3-7. مهند، هاي الأرقام هي مفتاح صندوق الأمانات تبعك. عند الضرورة رح خبرك هالمفتاح أي قفل بيفتح، بس بتمنى ما يكون في ضرورة، لأنه أكيد هالشي رح يجرك لطريق مسدود. مع حبي، لمس. لك شو هاد؟ شو أمانات وشو مفتاح؟ ما فهمت. شو صاير؟ يا ربي دخيلك، ناقصني أنا. فعلا ما كان ناقصني غير الغاز جديدة عند هالصبح. خليكن بشغلكن. الغاز شو؟ شو بتقصد؟ هاي رسالة من لميس. كل ما جرب باعي فجأة بيطلع لي حدا من هالقوبة بموال جديد وبيفوتني بالحيط. يعني والله أنا مو ناقصني مشاكل بنوب وعايف حياتي، مشان شو هالألغاز وهالرموز؟ شو معنى هالحكي؟ شو قصدها؟ وانا شو بيعرفني؟ مو شايفني قاعد صافي مثل الاهبال؟ طيب يا ترى ليش لا تعطي صور هالواطي بدر وهالندل عمر؟ شو بيطلع بايدها غير هيك؟ والله حسب هالورقه في سر كبير بايدها. اكيد ما لها علاقه ببدر اساسا، نحن بنعرف كل شيء عنه. هذا اللي محيرني. لنفرض نحن ما بنعرف، ليش لتجرني لطريق مسدود؟ ما هيك؟ ليش ما عم تخبرنا بهالسر؟ شو ناطرة؟ ما بعرف والله، أنا ما عم بفهم أبدا ليش عم تتبع معنا هذا الأسلوب. إذا كان بين إيديها شيء مهم تجي تعطينا إياه، ليش عم بتلف وتدور وعم بتعقد القصص؟ هذا الشيء اللي ما عم بحسن أفهمه، ليش حتى ما تخبرني؟ أعطيني شوي لشوف. تعبت راسي على الفاضي وما طلع معي شيء، وهذا اللي هون مانو رقم تليفون، اللي بهالورقه شيفره، بس شو هالشيفره هي ما حدا بيعرف. 8 اصفر صغير، شو يعني هالحكي؟ يعني مسخره واكل هوا. بدي خليها معي، بدي اعطيها للشباب بركي بيفهموا شيء منها. لازم نلاقي لميس يا شرف. نحن عم ندور عليها، دورنا بكل عناوين المعروفه بس ما لها موجوده. يعني بدكن تدوروا برا البلد؟ منيح، هالبنت بتعرف شغلات كتير.